أشادت الولايات المتحدة يوم الأحد بدور الملك محمد السادس في تعزيز الاستقلال والأمن والازدهار في المنطقة. وفي بيان صدر بمناسبة احتفال الشعب المغربي بالذكرى 24 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن باسم حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي عن تهانيئه وأطيب متمنياته لجلالة الملك وللشعب المغربي. وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية: أبعث بأحر تهاني إلى جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد عرش، ونشكركم على كونكم أحد أقدم وأقرب أصدقائنا. كما أكد بلينكن على أن العلاقات العميقة والدائمة القائمة بين الولايات المتحدة والمغرب تشكل باستمرار ركيزة للسلام والاستقرار لكلا البلدين وللمنطقة. نشكركم على حسن المتابعة.